مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في موعد جديد مع الذاكرة، موعد مع الوعي. والوعي في قاعدته الصلبة يعتمد أساسا على التعليم، على التربية، على التنشئة الصحيحة، وخاصة ونحن الجزائريين العائلة الجزائرية هذه الأيام تركز أساسا على امتحانات آخر العام، امتحانات البكالوريا، امتحانات التعليم الأساسي، وكل اهتماماتها وكل تركيزها وحتى الضغط عليها وتركز على نجاح أبنائها لاستعلام واستهداف واستشراف أفاق التربية الذي ينبني على تاريخها وعلى جذورها. نلتقي مع أحد أعلام النظام التربوي في الجزائر وأحد أعلام المدرسة الجزائرية، وعني به الدكتور عبد القادر الفضيل. مرحبا بكم دكتور. وسهلا. مرحبا الدكتور عبد القادر الفضيل، حقيقة غني عن التعريف، بدأ حياته التعليم مبكرا مع فجر الاستقلال كمعلما أستاذا في جميع الأطوار، أستاذ جامعي في علم النفس التربية وعلوم التربية والآداب، مفتش مركزي، مفتش تربية والتعليم، مسؤول لجان التأليف المدرسي، مدير مركزي بوزارة التربية والتعليم، مدير التعليم الأساسي إلى آخره من التجارب التي قد يحكينا عن شذرات منها في لقائنا اليوم. مرحبا بكم مجددا أستاذنا. حتى نعرف مشكلة التربية، أو ربما نقول حقيقة التربية، بعضهم يراها مشكلة وبعضهم يراها نجاح، ونحن محايدين في هذه الحلقة نتكلم حتى نعرف حقيقة التربية ما لها وما عليها. نعود إلى جذورها. في فجر الاستقلال كان التحدي الأكبر دخول مدرسي جزائري 100% عام 62. نعم. تحدي الحكومة، تحدي رئيس الجمهورية، تحدي وزير التربية آنئذ الشاب آنئذ المرحوم عبد الرحمن بن حميدة. صح. كيف تحقق الدخول المدرسي في 62 والجزائر لم تكن تملك شيئا إلا العلم الوطني والنشيد الوطني؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن ما أذكره في هذه البداية سميته في مذكراتي الشخصية حدث هام عاشته الجزائر وعاشت نتائجه. هذا الحدث هو إعلان توقيف القتال. من هذا الإعلان بدأ التفكير في بناء الحياة الفكرية وتنظيم التعليم، لأن المدرسة التي كانت في تلك الفترة كانت مدرسة فرنسية كولونيالية موجودة في الجزائر، ولكنها تنتمي إلى سياسة فرنسية وإلى إدارة فرنسية. ولهذا عندما تم إعلان توقيف القتال بدأ التفكير في الاستعداد للاستقلال، والاستعداد للاستقلال يفرض أول ما يفرض هو النشاط التعليمي. فإذا هذا الحدث الهام الذي ذكرته واعتبرت بتوقيف القتال وتحديد يوم للنصر، هذا العمل كان الهدف منه هو توجيه الجهد الجزائري إلى المستقبل. في مع بداية الموسم، يعني موسم 62-63، الكادر التعليمي تقريبا جزء كبير منه ذهب مع المستعمر الفرنسي لأنهم بالطبع فرنسيين، حتى الطلبة والتلاميذ كانوا أغلبهم فرنسيين، كانوا الجزائريين ربما يشكلوا أقل من 10% من عدد التلاميذ. المدارس احرقت كثير والكثير منها، سياسة الأرض المحروقة التي طبقتها منظمة الإرهابية لوس ولويس وبعض رفيقاتها. كيف تحقق الدخول بهذه الوسائل البسيطة؟ هو ما قررته الدولة في ذلك الوقت هو أن تجعل المدرسة تستأنف نشاطها. المدرسة كانت موجودة، نعم، والهياكل التعليمية موجودة، ولكنها كانت منتهية، لأن العمل الرسمي أو العمل الإداري الرسمي كان منتهيا. فلذلك قررت الدولة أن تستأنف نشاط بالبرنامج التربوي الفرنسي بما هو موجود، طبعا بتغيير ما يجب تغييره.
في ذلك الأشهر القليلة تمكنتم في الموسم الدراسي الأول تمكنتم بتغيير مثلا مادة التاريخ مادة التربية الإسلامية. موسم الدراسي الأول قررت الدولة أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية، والتربية الإسلامية وتصحيح جوانب تدريس التاريخ. هذه الجوانب الثلاثة هي التي انطلقت منها الدولة في بداية أول موسم دراسي، ولكن استغلال هذا الموسم بوجود الهياكل المدرسية الموجودة وهي قليلة، ولكن أيضا المجموعة التعليمية كانت موجودة ولكن قليلة، لأن أغلب المعلمين سافروا، والمعلمون الجزائريون وظفوا في مهام أخرى لأن البلاد كانت بحاجة إلى عدد من المهام، فلهذا كان الوضع صعبا، ولكن كان لابد من الانطلاق من السنة الدراسية الأولى في 62. نعم. وهذه السنة هي التي بدأت يعني تفتح مجال للتعليم، بحيث نستطيع أن نسمي هذه المدرسة في الجزائر كما سميتها في البحث، المدرسة في الجزائر أصبحت شيئا فشيئا تتحول إلى مدرسة جزائرية. نعم. واستمر التحدي في بعد عام، العام الموسم الأول ذهب مع التعديل الحكومي عبد الرحمن بن حميدة، جاء شريف بالقاسم سي جمال عضو مجلس قيادة الثورة وقيادي في الجيش صح. الحدود، هل أعطى لمسة باعتباره أنه مسؤول كبير كان في ذي الدولة أكثر عموما من عبد الرحمن بن حميدة، هل أعطى قوة عضوية سي جمال في هيئة القيادية للدولة ثم مما بعدها في مجلس الأعلى للثورة، هل أعطى زخما لهذا البعد، أقصد البعد الجزائري في المنظومة التربوية، وطرد شيئا فشيئا البرامج والهياكل والآثار الفرنسية من المنظومة؟ هو أهم شيء تم الانطلاق منه هو القرارات مؤتمر جبهة التحرير في 64، والتي كانت أهم بنودها، لكن أهم بنودها هي كيف نوجه التعليم، جسر التعليم، كيف نجسر التعليم، وكيف نهتم بالتكوين المهني، وكيف نهتم باللغة العربية، وكيف وكيف وكيف. ولهذا ففي بداية التنظيم والتغيير بدأت في عام 1965، اتخذت الدولة قرار تعريب السنة الأولى. نعم. هذا كي كان فترة الدكتور أحمد طالب إبراهيمي؟ لا 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 لا، قبل 65، يعني بعد 65 كان في عهد اللي كنت تتكلم. نعم. 65 تم تعريب السنة الأولى. نعم. وهذا التعريب هو الذي فتح المجال أمام تكييف الوضع المدرسي، لأن المدرسة تكييفه مع ماذا؟ التي ورثناها تكييفها في المجال اللغوي، وتكييفها في المجال التنظيمي، وتكييفها في مجال السياسي، لأن التعليم قبل أن يكون مدرسة وتعليم هو سياسة. نعم صح. والسياسة التي كانت قائمة في أو التي أصبحت قائمة في بداية من 62-63 هي السياسة الجزائرية. نعم. هي سياسة الاستقلال. نعم. وهذا رمز الاستقلال، ترسيخ الكينونة أو المميزات الوطنية، يعني. لأن الرمز الذي أصبح بداية من 5 جويلية هو الرمز المعبر لبداية الحياة المستقلة. نعم صحيح. وهذا 5 جويلية كما مثل ما أصبح رمزا للحياة المستقلة، كان في الماضي رمزا لبداية الاحتلال. صحيح. ما هذه الخطوات اللي بدأتها الجزائر لترسيخ الهوية الوطنية المحلية السياسية والتربوية والتعليمية واللغوية، هل ما لقاتش مقاومة المستعمر السابق اللي كان ما زال نافذ في أو نافذ في القطاع التربية والتعليم، وحتى وفق اتفاقية إيفيون يعني يعطي له شوية صلاحية احتفاظ بمدارسه وثانوياته؟ هو أول تقرير
قام به الأستاذ عبد الحميد مهري رحمه الله في 69. كتب أو سجل تقرير كيف انتقل التعليم من التعليم الفرنسي إلى التعليم في الجزائر، كيف ينتقل أم كيف انتقل، كيف انتقل وكيف يتطور. نعم. في 69 ثم حدد سي عبد الحميد مهري خطوات تمكين، خطوات. نعم. السنوات الأربع الأولى ينبغي أن تكون معربة، السنة الأولى والثانية، يعني أعطى الخطة المستقبلية لتعريب وجزئر التعليم بالضبط معربة، وبداية من السنة الخامسة فما فوق هو تعريب ثلث الأقسام، ثلث نسبة، هذه النسبة في الأطوار الثلاثة ابتدائي متوسط ثانوي. نعم. وهذا اللي سماه في وقت واحد، في وقت واحد، يعني ثلث في الابتدائي وثلث في المتوسط وثلث في الثانوي بالضبط. وهذا يعني سماه التعريب النقطي، نقطي، التعريب النقطي معناها نأخذ ثلث من الأقسام المفتوحة ونجري فيها التعريب. لماذا؟ لأن الإجراءات التي اتبعت في ذلك الوقت هو إحصاء ما نستطيع تكوينه من المعلمين، وإحصاء ما نستطيع استقدامه من الدول العربية، وجدنا أن النسبة التي نستطيعها هي ثلث الأقسام، ولذا حددنا هذا الثلث، وبدأ في عام 1971 بدأ تنفيذ هذا القرار، وبدأت الوزارة تتابع الأعمال التي تجري في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي، وأنا شخصيا كنت أتابع، كنت وقتها في التفتيش أتابع الأقسام التي تحترم هذا القرار وتحترم النسبة المحددة، والمديرون أو المدارس التي لا تحترم. وكنا نتابع، لأن هذا العمل كان مهيئا لتغيير الوضع المدرسي الموروث، لأن الوضع المدرسي الموروث كان فيه جانب جزائري وجانب موروث، ولهذا تحتم أن نبدأ في التفكير والتهيئة لوضع نظام جزائري محض. وهل النظام الجزائري المحض هو الذي أقره مرسوم الرئاسي 35-76؟ نعم، لأقره بومدين بقرار المنظومة التعليم الأساسي. هل هذك هي كانت تعتبر هي الفيصل بين التعليم القديم بالطبع والجديد؟ يعني في هذا العام 76 اتخذ القرار وضع حد للنظام التعليمي الموروث، وشروع في ترسيم الأفكار التي صدرت بها النصوص الرسمية في 76. ولهذا أنا دائما أقول في الملاحظات وفي الاجتماعات أن 76 الذي حددت به الجزائر يوم للعلم، نعم، باعتباره هو إقرار الهوية هو وفاة الإمام عبد الحميد بن بديس، نعم، في 76، يعني في مش 76، في 16 أفريل، نعم، لأن الموضوع هو 16 أفريل الذي تم فيه إمضاء هذه النصوص. إذن في 16 يعني أفريل، هل جاز اعتباطيا يعني أم أنه كان مقصودا اختيار 16 أفريل يوم للتوقيع؟ لا أظن أنه كان مقصود، المهم وأنه كانت التهيئة التي بدأناها في 71 في تعريب ثلث الأقسام، بدأت الوزارة مع النصوص تفكر في إيجاد نظام تعليمي وطني جزائري، هذا هو. فذلك الوقت فكروا في التعليم الأساسي، وفكروا في أن التعليم الأساسي يكون بالعربية، والتعليم الأساسي يجمع في مناهجه بين مرحلة التعليم الابتدائي ومرحلة التعليم المتوسط في نظام واحد، ويضمن للتلاميذ 9 سنوات
دراسية كافية لأخذ النظام القاعد التعليم القاعدي، لأن في السابق كان 6 سنوات فقط تعليم قاعدي. تعليم قاعدي وهو اللي الإجباري أو الإلزامي، معناها الدولة لم تكن تستطيع أو لم تكن تلغي أو تنهي التلميذ الذي يبلغ 12 سنة يعني هاي الذي يتعلم المرحلة الابتدائية ويخرج. أما بعد التعليم الأساسي أصبح 15 سنة يعني. أصبحت 16 سنة. أصبحت 9 سنوات هي الجانب الرسمي. نعم. وابتداء من 76 تم إمضاء منها، من جملة النصوص التي أمضيت هي الأمرية الرئاسية، والأمرية الرئاسية هي التي المحددة للسياسة التعليمية وللنظام التعليمي، وضبط من خلالها كل المبادئ والقواعد التي تراعى في المدرسة الوطنية. هذا التوجه الصارم والذي أشرف عليه الرئيس بومدين شخصيا، قد يستغرب الملاحظون أن اختيار وزير ربما لا يتفق كثيرا مع هذا التوجه، يمكن هو مزدوج اللغة ولكن قد يعتبر أو ينظر له على أنه مؤدلج، وعني به مصطفى الأشرف بعدها مباشرة يعني 77 أو 78 ولو وزير التربية، وربما لا يعتنق الفكر وهذا التوجه بصورة، وهذا صار شوية تضارب أو تباطؤ في التطبيق حتى ما بعد فترة الأشرف. هل أنا مخطئ في هذا الرأي؟ هو هذا الأخر علقت عليه وسميته ردة لغوية. هل فقط في الجانب اللغوي أم في الجانب حتى التوجه التأصيل المنظومة التربوية كاملة؟ بوضوح هو الجانب اللغوي، لأننا احنا كنا بعد هذا القرار التعريب النقاطي كنا قررنا أننا نعرب ثلث الأقسام في المتوسط وثلث الأقسام العلمية في المتوسط وفي الثانوي، وبدأ التطبيق. لكن لما جاء الأشرف أخذ قرار وقال بأن اللغة العربية ما تزال غير مهيئة مؤهلة لنقل العلوم بالعربية، فلذلك بدأ. وأين كانت الرئيس في هذه الفترة؟ في هذا الوقت زمن عمر رئيس الجمهورية. نعم صحيح. في هذا الوقت اتخذت عدة قرارات. مصطفى اسمه الدكتور شريط عبد الله شريط الفيلسوف، هو كتب مقالات مطولة يرد فيها بعنف على مصطفى الأشرف، لأن مصطفى الأشرف لم يكتفي بالقرار وإنما كتب مقالات بالفرنسية ينظر لهذه الآراء ليحب يأكد بها هذه صوابية آرائه. نعم. جاء سي عبد الله شريط وكتب مقالات مطولة، وهذه المقالات طبعت من بعد ذلك. نعم. في كتاب يرد بعنف على مصطفى الأشرف ويبين له بالحجة والمنطق أن العربية قادرة على أن تكون أداة لتعليم العلوم في أي مرحلة من المراحل. ثم أصبحنا في هذا ونحن في 2022 نفتقر إلى مثل هذه الجدال الفكري الإيجابي لبين الصورة الحقيقية. ربما أستاذنا الكريم نعود بعد فاصل إلى الجزء الثاني. مشاهدينا الأكرم ابقوا معنا، فاصل ونواصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأفاضل في الجزء الثاني من الحوار الهام الذي يجمعنا بالدكتور عبد القادر فضيل الخبير التربوي والإطار السابق بوزارة التربية. أستاذ فضيل، كنا توقفنا عند شنآن الذي كان بين الدكتور الأشرف والدكتور شريط حول أولوية التعليم باللغة الوطنية أو المزوجة أو اللغة الأجنبية أو لا. قلنا كان الرئيس توفى في ذلك الفترة، الرئيس هواري بومدين اللي كان راعي إنشاء المدرسة الأساسية، أبعد الأشرف بعدها وبدأ تطبيق التعليم الأساسي أعتقد أنه في 1980 أو بعده بقليل. أزيد توضيحا وهو أنه كان لي دور في إنهاء مهام مصطفى الأشرف. يعني معلومة هذه أعطيها لنا اليوم أستاذنا. ليش؟ لأنني أنا كتبت مقالات محددة للأخطاء، وهذه المقالات وجهتها لحزب جبهة التحرير في الجزائر العاصمة،
والذي أمسك هذا التقرير هو الأستاذ عبادة عبد الكريم، كان نائب المحافظ في الجزائر العاصمة، وهو الذي عبد الكريم عبادة حفظه الله، وهو الذي حولها إلى رئيس الحزب محمد الصالح يحيوي، تحية بالمناسبة، ومحمد الصالح يحيوي نقلها بتعليق إلى الرئيس هو ريبومدير، وبه انتهت مهمة الأسرة. هذه في الفترة يعني قبل إقالته، قبل إيه؟ قبل وفاة الرئيس. بعدها يعني بومدين هو من أقال أشرف أم من شريك؟ هو من أقال أشرف. وأنا كتبت مقالة وقلت نستغرب كيف قبل بومدين ما قام به الأشرف، لأنه أنهى مهم مهام عدد كبير من من المديرين في الوزارة، وعوضهم بمديرين جدد ليساعدوه. قلت نستغرب كيف وافق الرئيس بومدين على إنهاء هذه المهام. المهم انتهت مهمته، وفكرت جبهة التحرير في أن يكون التعليم الأساسي الذي وقع عليه الرئيس هو المنطلق، وجاء وقتها عهد محمد الشريف خروبي، نعم رحمه الله، وهو الذي تعمد أو تبنى تطبيق السياسة الجديدة التعليم. وفي هذا العهد جاء بمصطفى، جاءني محمد الشريف خروبي إلى المنزل وطلب مني أن ألتحق به. أنت تعود إلى وتشرف على التعليم على الأساسي. هو نعم، هل تطبيق التعليم الأساسي هل واجهته صعوبات؟ لأنه إقرار التعليم التقني مثلا الموازي للتعليم الثانوي يطلب إمكانيات رهيبة، يعني إمكانيات مادية وآلات وكذا، والجزائر في تلك الفترة كانت تعاني من تراجع عائدة المحروقات في الثمانينات. هل واجهتكم مشكلة في تطبيق البرنامج؟ هي بداية 1980 بدأ تطبيق سنوات الابتدائية، المرحلة التأسيسية. نعم. لأن التعليم في السابق كان يقوم على المرحلة الانتقالية، ولكن لما تم إمضاء النصوص الرسمية وقررت الدولة الشروع في تطبيق هذه القرارات كان ذلك عام 1980. ففي عام 1980 تم الشروع في تطبيق النظام عموما، وتطبيق التعليم الأساسي خصوصا. وتطبيق التعليم الأساسي فيه جانب لا يمكن أن يرفضه أحد، وهو أنه يفتح المجال لكل الأولاد ويبقيهم مدة في المدرسة 9 سنوات، ويضيف إليه أنه يعطيهم مواد علمية، معناها بعد ما كانوا يتعلمون أهم التعليم القاعدي، التعليم القاعدي أضيف إلى التعليم الأساسي المواد العلمية وليس النظرية، المواد العلمية النظرية ومعها التطبيقات، التطبيقات في المجال التقني في المجال العملي، بحيث أصبحت في المدارس مشاغل مختبرات مشاغل تعلم تلاميذ النجارة والحدادة، أشغال عمومية وغير ذلك. نعم صحيح. هذا هو اللي حبذ بعض الجهات، ولكن الجهة التي يعني أثارت بعض الإشكالات وهي أنها ألزمت بتعريب اللغة، وهذا التعريب هو الذي رأينا بعض الملاحظين يتشككون في قيمته، ولكن مع ذلك من المسؤولين تقصد؟ مسؤولين، ومع ذلك استمر العمل بالتعليم الأساسي. والتعليم الأساسي نستخلص له خاصيات 5. الخاصية الأولى هو الوضوح في الاتجاه، والخاصية الثانية هو دقة الأهداف، والخاصية الثالثة هو تكامل المعارف، والخاصية الرابعة هو الجانب العلمي، والخامسة هي توظيف العلوم في المجال العملي. هذه الخصائص هي التي طورت
وثم إن هذا التعليم الأساسي أصبح وجها من أوجه تطوير التعليم العربي. أصبحت المنظمة العربية للتربية والثقافة تعتبر الجزائر قدوة في التعليم، أصبحت تدعو إليه. نعم. وأصبحنا نكتب كتابات، ها هو عند كتاب حول التعليم الأساسي وإدخال العمل اليدوي. هذا كلفتني به المنظمة العربية للتربية والثقافة، وكتبت عليه كتابا لخصت فيه ما يجري في تونس وفي الجزائر وفي مصر وفي الأردن، بحيث كلها تتوجه نحو الاهتمام بالتعليم التقني وبالعمل اليدوي. هذا التوجه طبعا لاقى رفض من يرفض، ولكن المشكل كان أنه نخبة فكرية أو نخبة سياسية، أبناء كثير من المسؤولين، أبناء الدبلوماسيين الجزائريين، أبناء شخصيات كبيرة في حتى في السلطة آنئذٍ، كانت ترفض هذا التوجه لأنه أبنائها لم تريد لهم أن هذا التوجه أو هذه اللغة طبعا. لجأوا إلى الثغرة اللي كانت باقية، وهي مدارس ديكارت أو ثانوية ديكارت التي في ابتدائي والمتوسط الثانوي، ويتابع السفارة الفرنسية والمنظومة التربية الفرنسية، وأصبح أبناء المسؤولين وأبناء الدبلوماسيين سواء المقيمين أو العائدين يسجلون أبنائهم في ثانوية ديكارت، والتي تخرج كالنخبة تفرخ نخبة أخرى تحكم الجزائر. رئيس شادلي بجيت كان صارم آنئذٍ، واتخذ قرار يعتبر الكثير جريء بإغلاق ثانوي ديكارت. هل نجح؟ كيف استطاع بجديد؟ وهل استطاع إغلاق ديكارت وتوقيف النفوذ التعليمي الفرنسي في الجزائر؟ هو المشكلة التي ظهرت بعد انتهاء أو بعد حوادث أكتوبر، لأننا نسميها حوادث أكتوبر، في 5 أكتوبر ظهرت الحوادث وظهرت ثورة في داخل الجزائر، فلنقل ثورة اجتماعية. هذه الحوادث ظهرت معها عدة أمور، منها القرار الذي اتخذه الرئيس الشاذلي بن جديد في إنهاء أو في فصل ثانوية ديكارت وما تابعها عن الديوان الثقافي الفرنسي، وإلحاقها بالنظام الوطني. هذا جانب، زائد ثانوية باستور في وهران، أيه. ثانوية ماري كوري في عنابنا، هذا جانب. والجانب الثاني بدأ التفتح السياسي أو الانفتاح السياسي، نعم. ظهر في هذه السنوات. هذا الانفتاح السياسي أصبح يطالب بالتراجع عن الخط التعليمي، بأن الخط التعليمي الذي كان سائدا والذي كانت توظفه جبهة التحرير أو اللجنة الوطنية، لأن الهيئة التي كانت توجه الوزارة هي هيئة سياسية، هي المرجع الفكري والسياسي للتعليم، ولهذا لم تكن الوزارة تفكر في ذاتها، وإنما كانت تنفذ ما كانت تقترحه هذه الهيئة. إذن في هذا المستوى بدأ التفكير في الإصلاح. منهم قاسم مرباح في 89 شكل لجنة إصلاح التعليم، واشتغلت هذه اللجنة أكثر من 5 أشهر، وقدمت 7 لجان فرعية، منها قدمت تقاريرها إلى الدولة، ولكن جبهة التحرير هي الأخرى أضافت لجنة أخرى وقررت ودرست الموضوع وقررت ما ينبغي أن في فترة مهري، قبل إيه في عقد مهري، فترة عبد الحميد مهري، هي ذاك الوقت لم يكن مهري هو المسؤول عليها، ولكنها كجبهة هي التي كالأمين العام، أم كالأمين العام هو مهري، كان ذاك الوقت أمين عام 89 هذه حوالي 89، نعم. أيضا زادت جبهة وزارة التربية هي الأخرى شكلت اللجنة وقررت، وفي نفس الوقت أنشئت هيئة عليا هي المجلس الأعلى للتربية، أنشأته الدولة، وهذا المجلس أصبح أيضا مطلوب منه أن يهيئ الإصلاح. إذن أصبحت 4 هيئات،
هيئة قصدي مرباح وهيئة حماد التحرير وهيئة الوزارة وهيئة المجلس الأعلى للتربية، هذه الهيئات الأربعة قررت درست موضوع التعليم وقررت تقارير عدة ولكنها لم تنفذ، بحيث ظل الوضع على حاله، لا يتبع ما كان في الهيئة السابقة ولا يتبع ما أصبحنا نسمعه في التقارير والهيئات. نعم. إذا عام 1900 إلى 2000 شكل رئيس الجمهورية بوتفليقة هيئة عليا، لجنة 2000 التي أقرها رئيس الجمهورية عام 2000 والتي اشتهرت بلجنة علي بن زاغو، تضاربت الآراء حولها وتكاثر تكاثر النقد وتكاثر ربما المدح من أطراف أخرى لنتائجها لسيرورة عملها. بعض يراها أنه كانت عالجت المنظومة التربية أو الخلل في المنظومة التربوية من جذوره، والبعض أرى أنها مسخ وفسخ لما سبق العمل والجهود التي سبقتها. كيف ترى لجنة بن زاغو ونتائجها؟ إن أهم الأخطاء أو أهم التحولات السلبية التي عاشتها الوزارة هي مع هذه اللجنة، مع تقرير هذه اللجنة، لأن هذه اللجنة عندها وزارة تنفذ وعندها تقرير يقرأ. هذا التقرير رفضه الكثيرون وكتبوا عليه، منهم من سماه تقرير العار لأنه شوه الوجهة المدرسية، وخاصة عندما نتابع ما كتب في هذا التقرير لا يحل الإشكال، لأن المشكلة التي طرحها الرئيس هي أنها قضية التنفيذ. وهل الرئيس أعطى لهم الخطوط العريضة لعمل اللجنة؟ فعلا أعطى خطة عريضة اللي هي ركز فيها على تنفيذ السياسة وليس وضع السياسة. أنا. وهم حاولوا في التقرير أن يضعوا السياسة لأنهم تكلموا عن المرجعية. هل تعتبر لجنة بن زاغو لجنة مؤدلجة في غالبيتها؟ يعني كانت يغلب عليها طابع إيديولوجي؟ فيها كثير، لأنها انقسمت إلى قسمين هذه اللجنة. القسم البسيط أو العدد القليل الذي كان مع الاتجاه الرسمي تاع الدولة، واللجنة الواسعة التي كانت ضد هذه، ولكن الرئيس وافق على هذا التقرير وقدم رأيه فيه وأمر بتنفيذه، وهنا المشكل. فتنفيذ هذا التقرير هو الذي عاشته الوزارة، بحيث من 2003 إلى 2014 سلسلة من الإجراءات التي نفذتها الوزارة كانت ضد الاتجاه الوطني. أول إجراء هو إلغاء الأمرية. فالأمرية رئيس بومدين، نعم، إلغاء والأمرية معناها أنها هي قانون التربية. ألغيت بأمر رئاسي يعني بأمر مماثلة؟ لا، ألغيت بمنشور، والمنشور أمضاه الأمين العام للوزارة. وكيف يستقيم قانونيا هذا؟ ولهذا لم تتكلم الحكومة ولم تتكلم الدولة ولم يتكلم البرلمان. الذين تكلموا هم الكتاب الذين كتبوا أو المناقشون الذين ناقشوا الموضوع في هيئات وطنية. ومع ذلك، وهذا هو المشكل الذي ما زالت تعيشه التربية، المشكل أنها لم تكن لديها هيئة عليا هي التي توجه. يعني تقصد مثلا المجلس على اللغة العربية، المجلس على مجلس أعلى. هذا المجلس لا وجود له لأن الرئيس ألغاه، والآن بقية الوزارة هي التي تنفذ، والوزارة ليست هي الهيئة. تعتمد على اللجان الاستشارية خاصة، هي من تختارها وتعينها. الوزارة هي هيئة منفذة وليست هيئة مفكرة. وهذا هو المشكل. وماذا تأخذ على تقرير بن زاغو وما نفذ منه؟ ما يؤخذ هو أنه ما الجوانب التي تم فيها
التعريب والدين والتاريخ، هذه الجوانب كتبها التقرير بأسلوب لا يدعو إلى الرضا، يعني معناها لم يوافق التقرير ما تم تنفيذه في مجال التعريب وفي مجال تدريس التاريخ وفي مجال تدريس المواد العلمية. إذن ولهذا كان فيه اختلاس أو اختلاف. فأهم ما ذكره التقرير هو المرجعية التربوية، واعتبرها هي الأساس. هذه المرجعية التربية هي لتكون مقائمة على مبادئ المساواة والسلم والتسامح. هذه أفكار تصلح لكل نظام تربوي ولا تصلح للتطبيق. وهل أستاذنا في الأخير، هل ترى أن الواقع الحالي للمنظومة التربوية ولقطاع التربية وللمدرسة الجزائرية يبشر بخير وقد تجاوزنا تلك السقطات، أم أننا ما زلنا نمشي في وحلها؟ يظهر لي أن أنا قلت في مذكرتي سأنشرها بعد، وهو أن الفترة الأولى التي عاشتها المدرسة عاشت فترتين. فترة كانت تبحث عن وجهتها وقد وجدتها، والفترة الثانية هي أنها بدأت تطبق المرحلة التأسيسية، وهذا اللي تم إلى غاية بداية الانفتاح السياسي. منذ بداية الانفتاح السياسي إلى اليوم المدرسة أو الوزارة لم تجد الجهة التي توجهها، ولهذا بقي التعليم بدون هيئة توجهه. يعني أنت تقترح كحل لخلل في ما تقول أنه خلل في التربية في المدرسة وفي المنظومة التربوية وإعادة المجلس الأعلى للتربية بصلاحيات الدولة الوطنية. دولة. شكرا لك أستاذنا الدكتور. لأن هنا ألوم البرلمان على أنه لا يقوم بمهمته في المراقبة في هذا. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور عبد القادر الفضيل. قبل اختتام بودي فقط بسرعة عرض آخر ولا منتوجات الفكرية للدكتور عبد القادر الفضيل، كتاب النظام التعليم في الجزائر بين مظاهر التدني ومستوى التحدي عن دار الشهاب وجسور. كتاب اللغة ومعركة الهوية في الجزائر عن جسور أيضا، كتاب ممتاز. نعم. كتاب المدرسة الجزائرية في الجزائر حقائق وإشكالات عن جسور أيضا بتقديم المرحوم عبد الحميد مهري رحمه الله، وكتاب إمام النهضة، وكتب أخرى، كتب صادرة عن المنظمة العربية للتربية والتعليم في تونس والقاهرة إلى آخره. شكرا لك أستاذنا، شكرا جزيلا، وللقاءات أخرى معك نستفيد من خبرتكم ومن تجربتك. شكرا لكم مشاهدينا الأكارم على صبركم على متابعتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج موعد مع الذاكرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.